هنا عندك النوع اللي هي التحكم، تتحكم في زر التحكم، تحط العملة وبعد العملة تختار، يديك في الأول الصابون وبعدين الجسم تضغط هنا، أول شيء يطلع الملمع وبعدين هنا الصابون بعدين الملمع بعدين التشطيف النهائي. وطبعا زي ما انتم شايفين شغالة وتدور حوالين السيارة، داير ما دار تدور يمين كامل، تدور شمال كامل، ما عندك مشكلة.